الصلاه والسلام على رسول الله. لو عندك حبه بنجان تعال نشوف هنعملهم ايه. نعملهم قوارب بالبشاميل وحبه رقائق مفرومه موجودين عندك من الاول. هنجيب البنجان بالشكل ده زي ما هو كده، بنغسله بنجانه ونقطعها بالنص بالشكل ده. نسيب الغرف بتاعها زي ما هو كده وتتقطع بالشكل ده. اول ما بنقطعها بنيجي نقطعها كده من النص، نعملها مربعات كده من النص، مش هنشيل القلب، نعملها كده. بعدين هنحط عليها حبة زيت، حبة زيت صغيرين كده، وهنصها كده ونحطها في الفرن. نقطع واحدة تانية، النص التاني اهو نقطعه مربعات كده. نحط عليه زيت، حبة زيت صغيرين خالص كده، ونحطه كده عشان هنحطه في الفرن يتشوى. نقطع واحدة تانية هتبقى بالشكل ده بالعرف بتاعها كده، تبقى زي القارب كده. احنا ممكن نشيل القلب ده وبعدين نشوحه ونحطه جواه تاني. لا احنا هنعمله وهو مشوي كده، نعمله كده ودي كده. تبقى كده نحط عليه الزيت كده، اي نوع زيت عندك، ونعمل كمية كده وندخلهم الفرن ونشوفهم من بعد ما يطلعوا. احنا قطعنا الكمية كلها بالشكل ده، هنجيب حبة ملح صغيرين ونرشهم عليهم كده وندخلهم الفرن نشوفهم لما يطلعوا. احنا كده هنبدأ نعمل بشاميل. حطينا حبة زيت ونحط عليهم حبة دقيق، معلقتين دقيق كده، احنا مش عايزين بشاميل كتير، حط عليهم معلقتين دقيق، تشوحوا معاهم بس كده، نقلبهم كده. وعلى طول هنحط عليهم اللبن، مش عايزه الدقيق يتحمر خالص ولا حتى هو يستوي مع الصينيه، يبقى طعمه احلى. نعمله بالمضرب ده، هو بالشكل ده الدقيق كده كله ده بيبقى احسن، بيبقى انعم. نقلبه على طول بده، بس اول ما يبدا يتقل هننزل عليه بالملح، نحط عليه حبه ملح، حبه فلفل اسمر، ده بقى قوام. بس القوام بتاعه عامل ازاي؟ هنطفي عليه كده وخلصنا البشاميل. ده البدنجان بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بقى بالشكل ده. هناخده ونحطه في الطاجن، طلع من الطاجن تحت كده شوية بشاميل. وهناخد الباذنجان القلب بتاعه، احنا ما شلناش القلب اهو، احنا
نعمله كده جواه ونخليه زي ما هو كده، نخليه زي ما هو، نحطه كده. وده حبة عصاج باللحمة، بلحمة الفراخ، نحطين عليهم زينة كانوا متبقين معانا لما عملنا العيش باللحمة. انا لما بعمل اي عصاج ولا اي حشوة بتبقي منها شوية عشان اعمل منها طبق تاني كده يوفر لي شوية. ده هناخد من الحشوة ديت نحطها على البدنجان كده، بعدين ناخد بشاميل نغطي بيها البشاميل كده، نغطي البشاميل، نغطي الحشو كده، نعمل واحدة تانية اهي كده، ناخد الحشو حشو البدنجان نفسه نسلكه كده بس شوية، نسلكه شوية بس، هو مشوي معانا وجميل جدا. نحطه كده، نحط عليه العصاق بالبزيلة، ده معمول بالبزيلة، ممكن تحطش مع البزيلة جزر، تاخدي معاها بشاميل، نعملهم كلهم كده. ده كده في النص، بالشكل ده سلك القلب كده، مقطعينه من الأول، تحط الحشو كده، تحط البشاميل عليه عندك بقى جبنة موزاريلا حطي، كل واحد حسب امكانياته، اللي عندك اعمليه. امكانيات بسيطة عندك ممكن تعملي طبق زي ده طعمه جميل جدا واولادك هيحبوه قوي، ممكن يتعمل بدون العصاق دوت، ممكن قطع لحمة عادي، تقدري تفنني زي ما انت عايزة. ممكن يتعمل شرايح بدنجان مقلي وتتعمل بنفس الطريقة برضه. كده هنعمل الكمية كلها بالشكل ده. ده طبق طاجن البتنجان بعد ما خلصناه، هنجيب بيضه بالشكل ده، نحط ملح فلفل اسمر صغيرين، دي اختيار يعني، ممكن تحطيها وممكن ما تحطهاش، حطها عليه بالشكل ده. عندك بقى اي نوع جبنه مبشوره حطي، يبقى طعمه جميل جدا بالشكل ده. الطبق بتاعنا كده وندخله الفرن، شوف لما يطلع. وده قارب البتنجان بعد ما طلع بقى بالشكل ده،
ريحته جميلة قوي، طعمه جميل جدا. اتمنى تجربوا التجربة دي وان شاء الله تعجبكم. دي قوارب البتنجان بعد ما اتغرفت، شكلها جميل جدا.